مرحبا. السلام عليكم، وياكم كابتن عمر همام، احد ابطال كمال الاجسام في دوله الامارات. وبالنسبه لي كمال الاجسام عندي قصتي شويه طريفه بالنسبه لكمال الاجسام. المفروض اني انا اكون لاعب كره قدم. فقصتي كنت انا اصبت في اصبعي في الفتره اللي يعني من الفتره اللي بديت فيها تقريبا في 93. من بعدها حاولت اني انا ارجع الكره، فاتجهت اني اعدل جسمي يعني في النادي اللي هو النادي الرياضي. ففي الفتره اللي انا كنت انا احاول اني اعدل جسمي، فاضطريت اني العب الجسم كامل، وحسيت في بعض التغيرات، وربعي قاموا يشهدون انه يقولون جسمك تغير في الفتره اللي كنت تتمرن فيها. في الوقت اللي احنا كنا نتمرن فيه تقريبا في 93 92 رياضه كمال الاجسام ما كانت يعني معروفه، ومن هذه الفتره انا بلشت كمال الاجسام. بالنسبة لبداياتي، أنا أول ما بديت في 97 كنت أول كانت أول بطولة لي اللي هي بطولة العرب، بطولة الإمارات المفتوحة، احرزت فيها المركز الثالث. من عقبها شاركنا ويا المنتخب اللي هي في بطولة في الأردن في نفس السنة، واحرزت فيها المركز الثاني. والحمد لله يعني عقبها بلشت انا شو وقفت البطولات من 97. مثل ما تقول في الوقت اللي طاف ما في كان دعم، ما في اي شيء يعني بالنسبه للدعم. من عقبها في 2007 رديت بحماس من الشباب، كلموني عمر ان الوضع يعني الناس كلهم ردوا يتمرنون، انت ليش موقف عن البطولات؟ اقول لهم دعم، ما كان في دعم وهالاشياء. فالعزيمه منهم، العزيمه من البيت، والحمد لله رديت شاركت بعد مره مع المنتخب على طول الحمد لله، لانهم كانوا يعرفوني. ما تاهلت، على طول خذوني على المنتخب، شاركت في بطوله اللي هي في الاردن، وحرزت بعد فيها مركز ثاني. من عقب 10 سنوات يعني ام السنه وقفت 10 سنوات. وعقب المشاركة اللي هي في الأردن شاركت في بطولة اللي هي بطولة العالم، كانت في دبي، واحدة من أحسن البطولات اللي أنا أفتخر فيها، وحرزت فيها المركز الخامس على العالم في تقريبا 2009. في نفس السنة عقبها بشهرين شاركت في بطولة اللي هي في تايل في بانكوك، اللي هي بودي كلاسيك، هاي فئة ثانية عن البودي بيلدينج، يعني يكون الجسم على الطول على الوزن، أحرزت فيها المركز الأول، وهاي اللي هي خلتني إني أنا احاول اشارك في بطوله ثانيه اللي هي بطوله الاسيويه اللي كانت في عمان، الاولمبيات الاسيويه الشاطئيه، احرزت فيها المركز الثاني. وبالنسبه للانجازات ان شاء الله الجايه، انا اتمنى ان شاء الله يكون الوضع بعد يكون احسن، وعندي مشاركه جديده ان شاء الله بتكون في شهر 10 بطوله العرب، وفي نفس الوقت عقبها باسبوعين بتكون بطوله العالم، بعدهم ما حددوا المكان. اما بالنسبه لتطلعاتي، اتمنى اني انا اكون يعني من احد اشهر اللعيبه اللي هي في مستوى كمال الاجسام وفي الوطن العربي، وبمساعدتكم ان شاء الله ومساعده الناس، وتوفيق للجميع ان شاء الله.